شدد البيان الختامي لمنتدى التعاون العربي الروسي على رفض أي تبرير للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك وصفها بأنها دفاع عن النفس. وجاء في البيان الذي صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقد في المغرب أنه تم التأكيد على رفض وإدانة الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج والممرات المائية الأخرى.